السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اصدقاء؟ عاملين ايه؟ اخباركم ان شاء الله تكونوا كويسين الحمد لله. فدلوقتي انا بلعب فورتنايت مع اصحابي الاثنين. ممكن تسكتي شوية؟ ايه يا عم، ده لسه بنقول يا ابو سهل. لا اله الا الله. تفتح مورد حسين، انا شفتك يا سوسة، انت جبت السيف الاخضر. ينوتي ينوتي، ايوه من شفتك شفتك. في حد عندي؟ حد عندي؟ حد عندي؟ حد عندي؟ حد عندي؟ اقسم بالله في حد عندي يس. جبت واحد ناك، ما في واحد نوب. واو، ده مين جامد؟ السلام عليكم. انا معلم على الجدافي يا عم. البوت احلى حاجة. لا لا، حسين، احلى حاجة اللي البوت، احلى حاجة اللي البوت ما بيشوفنيش. شوف 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 شوف، احلى حاجة لو ما بيشوفنيش وانا ايه بعدي من قدامه. يا سلام، اقعد براحتك. لا لا، اشوفك بس. يا محمد، بس ايه اللي حصل حبيبي؟ قلت كنت يا نهار ازرق يا مسلمين يا عالم. يا اقسم بالله البوت يشوف، بس نحن اصحابك انتوا. الله يخرب، الله يخرب بيتك يا شيخ. ده انت ليش يا رجل تبي بيتي؟ يا خلاص، هو ما كفايه اللي الزور ده بقى في الجيم فعلا. زورد دوت الزعيم بتاع اللعبه، وهو اصلا اللي اخترع. نعم، ده عشان انت يا ابني، ما زورد اصلا هيجي ينفخنا. ما زورد ده؟ نعم، انا ما بعرفوش ده. انت ما تعرفش زورد؟ ايوه يا ابني، زورد دوت هو اللي اخترع السيف اللي هو الليزر. بس انا نفسي اعرف هو السنايبر القديم. اوكي، انا جبت السيف. وي اوعى، وي اوعى يا حبيبي. اديله يلا، اديله شي شي. وي اوعى، طلع عامل ازاي؟ يا ابني ده منظر يضحك، منظر يضحك. اقسم بالله، اقسم بالله، منظر يفا 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 يفا. الله يخرب بيتك يا اخي، ده انت طلعت روحنا. بس منظري، بس انا نفسي اعرف السنايبر القديم دوت جالنا ازاي. لفه يا عم، اسكت بقى، ده انت طلعت. لفه في حد، في حد، ما تخلي يمشي يقتلكم. انت طلعت الولد فوق. استني كده، احنا في الزون على فكرة، احنا في الزون يا راجل. شنو احنا في ايه ده يا رسول الله؟ اللهم اني وانت صايم. لا اسكت شوية، اسكت شوية. وانا كمان صايم. لما بي ايه ليه العين اللي هو يرغي؟ انا بنرغي ايه معك؟ صح انت ترغي؟ صح انت ترغي؟ ولا انا تهيالي؟ اذا ما انا عايزه اصور مصحفي. ايه ده؟ السلام عليكم. انت جبت الزون ده ازاي؟ انا اللي جبته. في حاجه ازاي انت جبته؟ سهلة قوي حبه كده. وانت جبته منين؟ انا جبته
انا ذكي ازاي؟ انا احلى منك ازاي؟ احلى مني انا وسيم احلى منك ازاي؟ طب ما كنت يا ذكي تخليهم تخليهم الاثنين لما مثلا لما نيجي نبش على حد ايه بلد فكرة رمت على بالي عميلي مني تعال عميلي مني اللي توا طلعت من هذا انا اه شفت حد شفت حد لا حد واحد حقيقي نخش عليه بالسيف واحد حقيقي يلا هندمج هندمج ماليش نقدر يا بابا بس اسمه كاميرون واحد كاميرون شكله يضحك الله يرحمك يا كاميرون الله يرحمك كان طيب كان طيب ها كان طيب قوي الله يرحمه كان عايز ايه اطلعت فوق كيف حلقني يا محمد بوسعيدة كيف حطيتها يا صاحبي والله يا خراش ادي احنا بدا ايه ده ايه ده ايه استنوا كده انتوا الاثنين بتلعبوا بلاي ستيشن صرنا ما انا بلعب بي سي انا الوحيد اللي بيلعب بي سي الله محمد نمشي نفسنا من هنا ايه انا في واقعه يا طب بقول لك ايه انا اخرج يا عم حد يسوق تاني ايه يا عم انا اسف اهو ايه هو يا محمد ايه هو يا محمد عم يمكن البي سي خربان اه ما البي سي بيخرب عندي سلامني ما تشوف هي ده هتوديني فين ما اكيد في واحد دعاه عليك مين اللي دعا عليك؟ ايه ده؟ جعان ده في حاويات جعان؟ طيب هجيب لك اكلة في حاويات عندي ولازم في حاويات حتى كمان في شد كبير اه يا عم اكيد حاويات بس انا عايزة اقول لك حاجة اوه جعان جعان انا اسمي يا حسين أنا اسمي إحسين أنا اسمي إيش محمد صلاح حتى مو صلاح محمد جدعان قولوا علي قولوا علي شمام قولوا علي حساس قولوا علي نمام لحسن اقسم بالله ده كنت شفت خمسة كانوا قاعدين بيتسكعوا مع انهم اربع سكواد وشكل واحد عارف ان المصريين احسن من الليبيين والله ده الليبيين احسن من المصريين المصري يا ابني ما حتما المصريين ذكيين وعارفين هلا الليبيين اذكى صح يا محمد يا ابني والله عظيم ده انا ما بتفهمش بسيف زورد انت سيف زورد يا ابني زورد دوت اسم واحد جماعة اصلا كان عرفت العب فوق اصلا انت ما تعرفت العب بيه الله يسوي يا رجل ابو المعيز زورد زورد انا جاي اقسم يا محمد يعني ما تفكش جو الاندوب والله العظيم ده انا جاي طياره ما تعداش تقول كلمه اي حد معاه جون بادي يستخدمه اي حد معاه جون بادي يستخدمه عليك سيف هو في حد اه في ضرب في لا في ضرب في ضرب نار
يبقى في درب صاروخ. النار النار. اه في اتنين في اتنين في اتنين في اتنين. النار جميلة ازاي؟ يا جدعان الحقوني. انا معكوش يا العبوة. يا خبر اسود يا محمد، وين الكبار انت؟ ده محمد غبي قوي غبي. شوف 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 يفضح نفسه. غبي غبي. شوف محمد هو حاسس عليه. غبي غبي قوي. اول واحد نك قوي قوي. شيلهم يا معلم. شوف غبي غبي. انا بقول لك غبي غبي. نعم ازاي يقدر يجيب اتنين مرة واحدة؟ ده حيوان. ولا حيوان. كيف انت محترف هكذا هكذا زي حيوان ولا حيوان؟ شوف الغبي. شوف شوف غبي. جمل انت عارف تعمل ايه؟ انت عارف تتفرج؟ الله يرحمك. الله يرحمك يا محمد. يا ابني انت قاعد بتتفرج حواليك. ده بيتفرج. محمد 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 الله يرحمك. كان طيب قوي زينا. يا ابني اعمل له ليف بارتي. هو انقذنا بس اصلا. هو انقذنا بس اصلا هو غبي. موت نفسه في الزوم. قعدت الزوم يا محمد. يمكن اطلع انا اطلع. والله العظيم ده طالع اهو دلوقتي. بس محمد موت نفسه في الزوم مش عارف ليه. غبي مش عارف. انا كمان ليه مش عارف. انا ليه؟ ما يبقى انا عملت لي حاجه يا محمد. خلاص يا عمي. حسين. نعم. الو ايه الو ايه. انا جايب لك واحد كده ايه محترف. بس المشكله اللي هو مقفل على نفسه على نفسه البارتي ليدر. فرج لا اسمه محمد. بس هو مكتوب في فورتنايت مودي. محمد الله يا بنانا. محمد ده محمد. محمد ده قاعد تتفرج انت في اللوبي. هو لسه في اللوبي؟ صح. تعال اختار شوية مبات يا جدعان او حاجة. انت ليه بتسب؟ او موت. وانا صايم. اللهم انك صائم يا جدع. ليه بتسب وانا صايم؟ في احترام ليا. احترام ليا سيدنا حسين. الو انت عارف مين اللي طلع خلفنا؟ مين؟ في كده موب اسمها فورتنايت زومبي ايزلاند السيزون 18. Thank you.
بيلعب جيوش. الله يخرب بيتك يا محمد. شوف 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 حسين هيبعت لي دعم. شوف 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 السلام. أول مقطع أنا دلوقتي. الله واحد اثنين ثلاثة. يا ابني أقسم. السلام عليكم يا بابا زيكم. طبعا أنا بحكي الجنسية المصرية. عاصمة صليق العزيز. آدم. يا ابني هو انت هو احنا قاعدين بنبيع طماطم هنا ولا ايه؟ الله يخرب بيتك يا جدع يا خراشي. انا عارف بصور هيك لعب. انا عارف بس في واحد سايبني وقاعد بيدع. ما في واحد قاعد بيدع. من كلامك ده هيحصل ديسلايك. احنا بقى عندنا بارتي ليدر على فكره. عندي مكن. نعم لو سمحت كده قدامي. احسن معايا انا عندي مكن. عايز كده. يلا بينا يا اختي. يا عم ده محمد صنع المبدا. اوجد الزر. هو اللي انفل. هو صنعها. ايوه هو صنعها. الله يخرب بيتك يا محمد. اقسم بالله جميله. اقسم بالله جميله. لا بس تحس اللي محمد طلع خلفنا لما احنا خرجنا من الجيم صح؟ ايوه صح. والله لازم اطلع خلف انا وانت. بس اصلا انا عمري ما لعبت اوجد الزر. والله لازم انا عمري ما لعبتها. يا عمي انت بالنسبه لي انت اخويا محمد. نعم. تعال اقرا ايه اللي هنا. تعال اقرا اللي هنا. فين؟ هنا عندي انا فوق عندك. استنى يا ابني احسن ده كنت عاوز اكل لقمه كده. لقمه يا ابني. ايه الماب عبارة عن مراحل كل مرحلة فيها الحل. كل اللي عليك توجد حل المرحلة. الماب مكون من 10 مراحل. وبالتوفيق يا وحش. جميلة صح؟ مجنون. والله العظيم صاحب الماب دوت مجنون. لو محمد هو محمد مجنون قوي يا جدع. شفت؟ تعال بص ايه بص بيقول لك وبالتوفيق يا وحش. شفت بقى الغبي ده. ده في اجتماع دباديب هنا. هيبدأ انت عاوز ايه يا اسطى؟ عاوز ايه؟ كوباية لبن؟ شاي بحليب ولا ايه؟ ايوه شاي بلعبة. صح يلا صح. يلا صح. الباب صعب. ايه ده؟ ده 2.
ايوه هو عامله كده، عامله كده. ايوه شوف بص اهو الزر فوق. ايوه هو انت كنت لعبتها؟ ايوه لعبتها. استنى كنت قريب يا عمي. استنى بس استنى، سيبني اقف على يا ابني، سيبني يا خراشي، سيبني اقف على دماغك بس عشان اقدر اجيبها. هو عم تقدر تجيبها؟ انا شفته كان كاتب لي اضغط حرف اف فكده ايه تقدر تجيبها. لا ايوه ايوه ما تنسحبش، انت اركب على اركب عليها. اسكت يا ابني عشان ده عم السيد قاعد بيدنا المغرب اهو. يا عمي خلاص خلصنا يلا. نعم. لا لا ولا حاجة يا عمي، قد خلصنا. صدق يا ده حسين انت غبي اوي اوي. ايه تعال كده بص عندي، بص كده عندنا. ما تدرس تعال كده يا غبي. حضرة تعالي 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 يلا زر زر زر. لا تعالى بص، ده بص انا اكتشفت ايه. ما اقدرش. ما انت غبي قوي غبي. ايه ده ما تقدرش ازاي؟ ما اقدرش اهيلك. وانت يا ابني ما تروحت ماب تانية؟ لا انا ضغطت الزر ضغطته وانا جاي. ايه دور بس لحظة اوشد الزر. لغز اين هو الزر؟ انا عارفه. ايه ده؟ ايه اخلع. ايه ده انت دخلت؟ يلا دي متاهة. لا متاهة من الباص. طب اوجد الزر يلا اوجده. طب شوفوا بيني اي حاجة يا جدع ساعدني يا عم. انا عارفه ايه مكانه بس انا بختبرة. سيبني يا عم. في حاجة اتفتحت انا بختبرة انا عارفه. لا في حاجة اتفتحت صح؟ لا استنى بختبرك. لا استنى كده، هو حاطط لك هنا احوال، وهنا كمان بتاع حاطلك هنا صناديق. هو تقريبا يقصد كده اللي هو حاطه. تعال يا غبي مش مني انا خلاص هقول لك تعال. ايه قلت ايه؟ بصوا هنا ايه؟ يا ابنالي لو كنت قربت اكتشفه. يلا اخدت تشيك بوينت تلميح. يلا جد الزر يمين. هو جد الزر هو اللي صنعه. انا اسكت يا غبي اسكت. ما تفضحناش، ما تخليش اي بوت يجي يفنش ده عشان غبي. الحق كده يا عم انت مش فاهم اي حاجه. انا عارف مكانه. لا صدق انا مكانات الزر. استنى بس يا غبي ما انت عايز غبي. تعال خلاص تعال هقول لك فين مكانه. تعال نعم انت عيل تصدق عيل. لا انت مش يا ابني هو انت بره ولا انا بره يا عم؟ تعال هنا بص هنا شمالك. انا عارف انت طلعت خلق ايه كود الايتم شوب. تعال انت دي مش عارفها. لا انت مش عارفها. انت مش عارف ديت. لا انا عارفها. طب بص احنا هنحلها من غير ما احنا عارفينها ماشي. هنفضل ندور كده اهو. لا عارفها. ما تدورش انا تعال هنا. تعال يا ابني انت الله يحرقك عيني
والله حرقنا. لا 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 ما يحرق يا ابني، ما احنا المفروض لازم نحله بنفسنا يا ابني. المفروض واحد هنا هنا يا ابني. اصبر يا الله العظيم، تعالي هنا شويه. عارف عارف انت طلعت ازاي يا قرد يا قرد، انت عيل قرد قرد قوي. تعالي يلا يا ابني انت الله. هنا 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 يا ابن الناس المحترمة، اضغط. ايه ده مكان صعب انا عارفه. استنى في حاجة كده طايرة، استنى. لا ليه ما اقسم بالله كان قدامك، اقسم بالله كان قدامك هنا في الغرفة دي، اقسم بالله كان قدامك. قدامي ايوه عم قدامك انت ما تشوفش. انا كلنا الان ما تشوفوش. انت بتستهبل صح؟ ايه يا عم هنا هنا، بص فوق فوق. معلش يا عم، قال غبي قال غبي. اه يا عم انت بتعمل ايه؟ يا عم انت مالك؟ انت بتعمل ايه؟ يا عم تعال هسيبك شوية لحد ما هو مكان سهل جدا ده. ايه يا اختي كميلة؟ يا ابني هنا تعال هنا 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 بصي تحت كده هنا هنا. يا ابن الناس المحترم بطل تخلينا نخلصه على طول. ده دلوقتي في ايه يا عم؟ سيبني بقى في حالي، سيبني اعوم شويه، سيبني اعوم. انا شايفني شايفني ازاي دي مش شايفني؟ شفتني؟ يا عم وانا يا ابني واحنا بنلعب استغماية. يا انت اتجننت ولا اقدر ادمجك؟ اقدر ادمجك يا استنى يا ابني لحسن، مش عارفه اجيب الام الام الام. روح يخرب يا ابن الناس المحترمة، يا ابن الناس ده مش عارفة، ما كنتش عارفة اجيبه في الاول. يمكن ده لا، هو انا في المستوى الكام؟ ده في استنى استنى، بدأت اشك في حاجة. ده في استنى استنى، مش تحت هنا ولا هنا ولا هنا؟ استنى اذا كان هو بقالة جدي، اذا كان هو في لا تعال بص تعال تعال بص كاتب لك ايه بقالة جدي يعني ايه 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 سنة. يا عم تعال انت مش فاهم اي حاجة. هنا 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 بص هنا بين الثلاجتين دي بينهم بينهم. ايوه يا ابني الله عليك، انا اجيبه دلوقتي. ازاي اجيبه ده يا ابن المحفوظة؟ ايه راح دون طبعا ازاي حطه كده الدلخ. استناني يا عمي حتى راح والنعمة مستنيك.
ما انت اصلا مش هتعرف انا فين. هي تلعب معايا استغماية ولا بلعب تلعب؟ معاك استغماية. يلا يلا بلعب. وانت اصلا عرفت انت يا ابني عرفت ايه ده. ايه يا عم؟ استنى يا عم تعالى هنا اقولك مكانه فين. استنى ايه؟ استنى اذا كنت انت واقف هنا يبقى هي موجودة هنا فين؟ فين؟ رحت فين يا ابني؟ يا عم زر انا بعت سر في العربية البيضة. البيضة؟ العربية البيضة. ايوة هو عالكبوت؟ ايوة كبوت. هو في القدام في القدام في القدام قدام على المصباح. المصباح اللي قدام السيارة. يسوع ثالث ايه؟ A B C D E F G نعرفهم صم. استنى بقى يا باشا حسن تعالى تعالى اقف هنا تعالى اقف تعالى اقف هنا. طب بص انت المدرس انت المدرس عشان انت معاك العصايه انما انا معايا السيف. يلا قول يا مستر. هي يا ادم ايه يلا ايه يلا في ايه يا مستر انت معاك بينا يا ابو وشك في الحيطه. استنى 5 في 6 ب 30 و5 ناقص 5 35. الغى بقى يا عم يلا يا عم 5 في 6 3 يا عم هنا تعال دي بقى هنا. الله يخرب بيت ذكائك يا عم. انا اللي استكشف هو ما كانش عاوز يساعدني فانا عرفت بنفسي. استنى بس ايه استنى كده تعالى كده ترول داسه روني داسه روني نصرن أسئلة والغاز أسئلة. هاي يا ابني انا غلط يا عم يلا ما انا خلاص ما يا عم يلا يا عم ده اوجد الزر ديت سهله بس المشكله اللي انت كشفت لي اماكنهم مع ان لا انت ما عرفتش ولا حاجه يا اختي. فرج عاوز يجي لنا مين اللي فرج اصلا استناني طلعتي صح؟ لا ما فرج بيلعب القاعده الرئيسيه التصنيف 22. لا ما هي ايه دي؟ ما هي هي إيه دي؟ ها؟ ما بصي يا عمي انت في ايه؟ دماغك مش موجود معاك ولا ايه؟ يا عم اسكت ما تقولش كده حرام عليك. يا ماب اوجد زر لا ما في ماب اسمها سيف ذا وورلد ايه هو بقى ايه فراج بيلعبها وهو قال لي ان انت لازم تدفع 40 دولار. ايوه ما هو اصلا. طب تعالى نلعب سكاي وور ايه ولا ايه سكاي وور دي اللي هي بتاعت ماينكرافت اللي هي عامله زي ماينكرافت اللي عامله زي ماينكرافت اللي هي وان بلوك اقسم بالله اللي هي وان بلوك يا غبي. فانت انا هعطيك الليدر وانت هيلعب نفسك لو انت انا يا حلا. طب تعالى نلعب الف محترف. لا ألف محترف لا انا قصدي اللي فيه 500 لاعب اللي هو انا و500 لاعب ليك فهمتني يا غبي انت يا غبي انت وغبي ده الله يحرقك استغفر الله العظيم يا رب.
ايه الله يحرقك. انت عاوز ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده كده؟ جو جوتن الله يحرقك. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيت عينك يا جدع. ده انت جايب لي ولا الله يحرقك. ايه النص ده؟ هو انت قفلت البارت ليدر يا عم؟ اديتهولك. ايه الماب ده؟ ايه الماب الغريب ده؟ طب استنى يا ابني. مين ده؟ مين انا؟ انا مين؟ هديت لك بارت ليدر يا عم. طيب لو عاوز تعديك دي وبي. طب استنى كده، جيب اللي انت كنت جايبها من شويه. الماب اللي كنت جايبها من شويه؟ اه ممكن دي، اقسم بالله خرافيه لعبتها، اقسم بالله عجبتني. يا ويلي يا مجنون يا جدعان، عاوز اخش ماب اللافا وهي 300 ليفل. ده انا هخلص 100 ليفل بس ما اقدرش اعمل اللي 300 كله. الله يخرب بيتك يا شيخ. ده عاوز يوديني في داهية. يا ابني انت عاوز توديني في داهية؟ انت عاوز توديني في داهية؟ اوديك داهية في ايه؟ دي بارت ليدر. هي جميلة زي العسل، ولا انت عايز ماب تاني؟ ايوه ماب تاني ارجوك، ابوس ايديك. اوكي، اللي انت عايزه. هات اللي ده كده. انت تلعب محتلون بروسر او لا؟ دي ما ديت شبه، لا ما ديت شبه الورزون، لا ديت شبه الورزون. حاجة واجيلك وين نلعب دي؟ دي جميلة دي. الله يحرقك. الله يحرقك انت يا جدع. الله يحرقك. والله اظن شكلي هشويك. ايه يا عم انا عاوز حاجة بالوحي، انت دايما بتشوف بالدقيقة. والله لازم شكلها شويك يا جدع، شكلها شويك. تسوي مين؟ اسوي نفسك، ما تقدرش تسوي ام الرجالة. هو مجنون ده يا جدعان ولا ايه؟ ايوه مجنون. دي حاجة مسافرين هاي الدنيا، احنا فاق. انت هنا. تعال بص طلعت دمي. بص ايه ده؟ انت معايا؟ انت لونك ايه؟ انا لون احمر. انا لون ازرق. لا جيلك. اوكي شوفوا من اول حلقه. لا مش انت اللي جبت دي ولا انا عارف؟ هجيلك. لا بتغف منك يا انت بتجيبني اخاف ولا يا ابني؟ في واحد اسمه سنسي جابني. يا ابني في واحد اسمه سنسي لينسي، مش عارف بيسمي نفسه ايه. ده في ناس عندنا. وانا احكي لك ايه، انا عايز
بشتغل قوي. انت بتسمعني ها؟ انا بشتغلك. انا عايزه اذبحك، عايزه اشويك. تشوي مين؟ تشوي مين ده؟ انا اشويك. انا اللي هشويك. الله علي، هجيبك يالا. ده كنت دمشتك، بس كنت عايز اجيبك. وصل كده، جهزت حاجاتي. حاجاتي يا لهوي، انا اولع فيك بجاز. يالا ايه ده يا ابني؟ في واحد عندكم محترف جدا؟ لا، ما في واحد عندكم محترف جدا محدش عارف يجيبه. امشي يا جزمة يلا. ولا ولا انت بتنادي مين يعني؟ يا عم والله غير. طب احنا ما مبناش. انا جبنا بسرعة. انتوا ما بتعرفوش تلعبوا. انا شفت ده. انا شايف ده. يا نوتي بقى بطل. يخرب بيت غلاستك. يا عم يا عم شلنا نجيب كلات بقى. ايه؟ شو الله عظيم هذا الخصم؟ سيبني بقى العب شوي. يا حيوان، واحد حيوان من عندكم قبل. انا جاي احاول. ورحمة ربي، قصدي لا، ورحمة عمي لا انت ورحمة عمي لا انت لا دي محشني يا انت لسه خمسة. يا
انت مش ده، انت ده اسمك ده 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 يا عم انا قلت اسلم عليكم سألوني عم اسلم عليكم ايه يا رب ده خلوك واحد معانا فرنش اكتر اكترين وانت بتفهموه ايوه انا كابتن كامو لا 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 حيا بيك مين اللي قتلني؟ انا قصدك انت يا عيني ايه اللي بقولك ايه ممكن استلف من عندك حاجة كده سريعا سريعا انا بس ما اضربش بعض الفرنت جبتيني واد واد لا من احاول هحاول اجيبك وانت تجيبني وانت ما بتعرفش تلعب هو انت جبتني بقى مش شطجان مش مش لا لا استنى استنى مش المفروض اللي هما بيدوك 999 جولد وكمان 999 كمان مش هما المفروض بيدوهم لا ما هما بيدوهم لي اه البابا اتحط البابا اتفتح البابا اتفتح هو بكين يا ابني انت بتسبني انت بتسبني اه شاطر انا بلعبي ايه ده هو انتوا بقيتوا محترفين قوي كده ليه اه انت ما بتعرفش تلعب وانت لوحدك في البيت استنى استنى وانت لوحدك في البيت انت كل
بتقولي واحدة في البيت يا عم مش والله العظيم ده انت ليه الكتكوته دي؟ مالي جاب السلاح الديمجي؟ وانت جبت السلاح الديمجي؟ لا ما جبتش. يا ابني والله العظيم كنت اجيبك. الحق ده انا اقدر اشتري كل حاجه. ايه اقدر اشتري كل حاجه. لا لا طب اديني واحده. طب اديني واحده. واحده ايه؟ انت من عايز تديني واحده. واحدة ايه يالا؟ اوه واحدة ايه؟ طب انا جاي لك انت مش عارفها. انا فوقكم فوقكم. انا جاي لك اصبر عليا. ابلع ابلع يا نهار اسود. انا في كل مكان يا ابني. استنى حسين هو انت عاوز شويه كوينات؟ انا مش عاوز كوينات، عاوز اقتلك. الله يخرب بيتك، ده انت مالكش عالي خالص، ده انت قلبك ميت. ازاي ميت؟ ازاي؟ والله اني عادي عادي باكل مكرونة. اهو انا جبتك. ابلع ابلع. ثمانية سبعة ستة خمسة لا لا مين بيجيبني ده؟ اوه تديني ار بي جي زي كانك قاعد بتحلم بيه. قاعد بتحلم بايه؟ طبعا اديله محترف جدا. وانت عارف اسمه بي؟ لا لا بس في واحد اسمه رونالدو. في واحد اسمه رونالدو هو اقوى واحد محترف. صدقني اقسم بالله ده اقوى واحد محترف في العالم. الله يا عمر. اللي هيجي يروح في داهيه. فينك انت علشان تروح في داهيه؟ ده انت اللي هتروح في مليون داهيه. حسيت بحد. سيبني بقى. اوه حلو يا ابن ال يا عم انا اقوى واحد.
نص عربيك. وانت عندك نص عربيك. مش عارف اي حاجة. انت بتشتمني يا حيوان. انت بتشتمني يا بتشتمني يا حيوان. انت بتشتمني يا حيوان. طب تعالى لي فوق في التوب. لا تعالى لي فوق. تعالى لي فوق. تعالى لي فوق. انا هو قاعد مستني. ولا يهمني اي حاجة. هو قاعد بيضرب عليه. اجيلك فوق. في التوب. في التوب. توب توب. طب طب. عينك. عامل نفسك فيها راجل. مش هكلمك. لا انا مخاصمة. لا انا بعرف معاك. لا والله عظيم وقتها. يا عمي يا ابني بلده بعرف معاك. ليه رحم كده؟ ليه رحم كده؟ بعرف معاك. طب انت مش مخاصمة دي صح؟ طب راجل دي. والله اوريك حيوان يا كليب. اسكت يا ابني الحرامية. انا بهزر معاك. اللي صاحبي صاحبي ده مخاصمني. والله لا اوريك يا حيوان يا كليب. والله العظيم لا اوريك. ودعنا ايه. انت بينك.
قاعد مستنيك. مستنيني؟ اه. ده انا يا متخلف يا متخلف. ده انا ايه ده كل مرة عدى اجيبك. يا وركي يا ابن الخواتة. شوف بقى شوف بقى مين اللي جاب السلاح الديوجي. انا جبت مش هنا. ده مش هنا ولازم انا ما جبتكاش اصلا. ولازم ده دمي دمي كان 13 وانا اصلا ما جبتكاش. تعال الوقت شفتني اللي هو كتب عندي حسونه زغبي. ازاي وانت اصلا تعرف اللي اسمي ادم هشام؟ انت اول مره تعرف اصلا لا اسمي ادم هشام. لا لا انا عارف اسمك ادم. تعمل لي نفس الحركة. انا فوق انا فوق اوراك الجيلي فوق اوراك الجيلي. انا جايلك اوراك الجيلي جايلك اوراك الجيلي اوراك الجيلي. احسن موت موت يا اخي. لا انا ما موت. طب تعالى لي المكتوب فيها واحد لابس ابيض كده. تعالى لي لو انت جدع. تعالى لي انا جدع وادعي الرجاله. ادعي الرجاله. انت من ادعي الرجاله. انت لو راح يجيلي هون بيوان اصلا. يلا الله يخرب بيتك. لو راجل جيبي الله يخرب بيت. لا لو راجل جيبي انا مش راجل. انت مش راجل. انت بس صح. الله ايوه 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 يا ابني والله طلع جت فيك. يا ابني والله طلع جت فيك. اي ما عرفتي اسمي صحيح. ايه 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 قلت ايه لو سمحت؟ اي ما عرفتي اسمي صحيح. الله يخرب بيتك ازاي يلا ده جبتك كانت ناقصلك كانت ناقصلك ضربة واحدة مش كده؟ لا لا كانت ناقصلك ضربة واحدة شوت جان. لا انت ايه ده كان ناقصلك ضربة واحدة في التكة بومبو. لا انت في التكة. الله يخرب بيتك. عارف ايه يعني تكة؟ الله يخرب بيتك. لو راجل اطلع لي فوق فوق. لو تيجي الرجال اطلع لي فوق. انا حاسك. لا انا حاسك جاي لي. لو تيجي الرجال اطلع لي فوق. وانت فوق. انا دلوقتي نزلت. ده مش فوق يا ابني. انا دلوقتي نزلت. طب استنيني هناك. هناك انت طلعت. انا جايه دمشت. الله دمي. يلا تعب
ولا ايه؟ ايوه حاجه. انبسطت انا صرفت كل فلوسي على مجرد شوتجن صغنن. الصغير بيدفع اهو شبهك. لسه كام دقيقة؟ لسه كام دقيقة؟ طلع مين يا ابني الولية التعبانة؟ 130 دقيقة يا ابني الولية التعبانة فينا يا ابني يا ابني الولية التعبانة فينا. يخرب بيتك يا حيوان، الله يجيبك يا حيوان. يا ابني انت بتشتم، انت كده فضلت، انت كده فضلت على فكره. لا انت كده بتفضل. انا جبت 58 كيل. لا انا جبت 58 كيل. عبيد انا جبت 58 كيل. يا ابني السحلي، يا ابني السحلي انا رعامه. يا ابني يا ابني انت اصلا ما جبتليش اي حاجه، هي اي حاجه وتقول لي ابلع ابلع ابلع، وفي ايه؟ يا حبيبي ده احنا يا ابني يا ابن السحلية النرعامة الجزال. يا ابني الجزمة فينا، انت شتمتني بابن الجزمة، والله لو اوريك يا كان، والله لو اوريك. لا ما انت شتمتني انا هاخد حقي. يا ابن الولية صمعنا. يخرب بيتك يا ابن ال... يا ابن الولية صمعنا فينا. يا ابني يا ابن الولية صمعنا فينا.